يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الأيام. أي حد هتحرك هنا في المليان كلمة سر ماله الحلو ماله. فنان الكلام عنه مش مجرد كلام عن شخص أو عن ممثل، لا ده كلام عن جيل كامل. علاء ولي الدين، عمري ما شفت حلاوة بالشكل ده أبدا. انتوا السبب وانت واختك. يا جماعة انتوا فكرتوني ببابا، ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا؟